المرحلة الأولى عهد إبراهيم عليه السلام. من المعلوم أن أول من بنى المسجد الأقصى والذي يسميه اليهود اليوم الهيكل هو إبراهيم عليه السلام، وكان ذلك بعد أن رفع بمعية ابنه إسماعيل القواعد من البيت العتيق بأربعين عاما. والمسجد الأقصى عند علماء المسلمين ليس متوقفا على البناء الذي يمثل المسجد الأقصى اليوم، بل هو أشمل من ذلك، فكل ما هو داخل السور الكبير ذي الأبواب يعتبر مسجدا بالمعنى الشرعي، إليه تشد الرحال وفيه تضاعف الصلوات. هذا وقد ولد إسحاق لإبراهيم بعد ميلاد إسماعيل ببضع عشرة سنة عليهم جميعا الصلاة والسلام، وبعد ذلك ولد لإسحاق ابن إبراهيم ولد أسماه يعقوب وعرف باسم إسرائيل، وكلمة إسرائيل تعني عبد الله، وهو الذي انتسب إليه بنو إسرائيل لوجود النبوة في نسله. وفي عهده أصاب المسجد الأقصى الهرم والتآكل، فقام بتجديد بنائه وترميمه من جديد. وفي آخر زمان يعقوب عليه السلام خرج بنو إسرائيل من بيت المقدس داخلين مصر بعد أن استدعاهم يوسف بن يعقوب عليهما السلام، وتفصيل ذلك في سورة يوسف. وظلوا في مصر إلى أن أخرجهم موسى عليه السلام بعدما أصابهم الإذلال من فرعون مصر، وتفصيل ذلك في سورة الأعراف. وقد قصد موسى عليه السلام ببني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة، إلا أنهم جبنوا وقالوا: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، فعوقبوا بالتيه أربعين سنة. ولما أيقن موسى وأخوه هارون أنهما لن يدخل الأرض المقدسة والمسجد الأقصى بعهد الجبناء من بني إسرائيل، دعوا الله إن مات قبل ذلك أن يدفن قريبا منها بقدر رمية حجر، وكان لهما ذلك كما روي في البخاري ومسلم. المرحلة الثانية الجيل الثاني من بني إسرائيل. وبعد ذلك ورث النبوة يوشع ابن نون، ودخل بالجيل الثاني من بني إسرائيل الأرض المقدسة منتصرا، ونصب قبة موسى عليه السلام موضع الصخرة، فكانوا يصلون إليها، وكانت الصخرة بعدها قبلة الأنبياء حتى زمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا كل ذلك المكان يعتبر المسجد الأقصى في المصطلح الشرعي. وبعد عهد يوشع بن نون ضعفت شوكة بني إسرائيل في الأرض المقدسة، وتعرضوا للظلم والاحتلال والطرد من ديارهم، فأخذوا يطالبون نبيا لهم في هذا العهد بأن يبعث لهم ملكا يقاتلون في سبيل الله. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وقد استجاب لهم نبيهم وأمر عليهم طالوت الذي كان داود عليه السلام أحد جنوده، وبرز في الجيش المعادي جالوت، وكان جالوت فلسطينيا مشركا، فبارزه داود عليه السلام
فقتله وتغلب عليه. فأصبح بعدها داود عليه السلام الملك لبني إسرائيل بعد طالوت، وفتح داود الأرض المقدسة والمدينة المقدسة أورشليم القدس، أي مدينة السلام. وكان ذلك عام 977 قبل الميلاد. المرحلة الثالثة، سيدنا سليمان عليه السلام. نقل داود عليه السلام التابوت إلى المدينة المقدسة القدس، وكان في هذا التابوت بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، كما أخبر القرآن الكريم في سورة البقرة. ثم أعد داود عليه السلام في القدس مساحة منبسطة فسيحة ليشيد عليها المعبد المقدس، وهو تجديد لبناء المسجد الأقصى، إلا أن أجله لم يمهله حتى يكمل البناء، فعهد بذلك إلى ابنه سليمان عليه السلام الذي ولد في القدس ونشأ بها وتولى عرش المملكة بعد أبيه، واستمر ملكه 40 سنة، من 963 قبل الميلاد إلى 923 قبل الميلاد. وكان سليمان قد أوتي ما لم يؤت أحد من العالمين، وتفصيل ذلك في سورة النملة. فعمد إلى بناء مهيب للمسجد الأقصى يليق بملك الأرض حينها، وهو الذي يسميه بنو إسرائيل اليوم بهيكل سليمان. وقد نسبوا المسجد الأقصى إليه بالرغم من وجوده منذ عهد إبراهيم عليه السلام، بسبب الفخامة التي ألحقها سليمان عليه السلام به في عهده. المرحلة الرابعة، دمار مملكة إسرائيل عام 721 قبل الميلاد. وبعد عهد سليمان تعرضت الأرض المقدسة والقدس للتدمير واللهم على يد سرجوه ملك الأشوريين، الذي محى مملكة إسرائيل من الوجود، وكان ذلك سنة 721 قبل الميلاد. وفي سنة 608 قبل الميلاد زحف فرعون مصر إلى الأرض المقدسة التي احتلها الأشوريون، فاحتلها منهم، فثار لذلك ملك بابل بختنصر، وزحف على فلسطين بقسميها يهوذا وإسرائيل، وهزم الفرعون واستعاد منه المملكتين، ثم دمر المسجد الأقصى سنة 587 قبل الميلاد، وسبى أكثر بني إسرائيل إلى أرض بابل، وفر بعضهم إلى مصر وغيرها من الأقطار، وسميت هذه المدة بفترة السبي البابلي. ونشير هنا إلى أن بابل مدينة موجودة حتى اليوم في العراق، وذكرت في القرآن الكريم في سورة البقرة. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. وبابل قريبة من بلاد الفرس التي هي جمهورية إيران الإسلامية في الوقت الحاضر. مرحلة الخامسة، عهد قورش، عودة اليهود للقدس. وفيما بعد احتل قورش الإخميني ملك الفرس بلاد بابل، فأصبح له السلطان على أرض يهوذا، فعمل على تقريب بني إسرائيل من جديد وأعادهم إلى أرض يهوذا، ومنذ ذلك العهد أطلق عليهم اسم اليهود، وعلى ديانتهم اليهودية. ولما سمح لهم قورش بالعودة إلى القدس، عمدوا لإعادة تعمير المدينة المقدسة وإعادة بناء الهيكل حسب تسميتهم، وكان لهم ذلك، وكان وجودهم في حالة حكم ذاتي، ليس لهم دولة، وإنما كانوا تحت سيطرة الحكم الفارسي. هكذا هو التاريخ يعيد نفسه وتتداول الأيام بين الناس. المرحلة السادسة،
حكم الرومان. بعد فترة من تناوب الحكم الفارسي وحكم الإسكندر المقدوني ثم البطالسة، زحف الرومان سنة 63 قبل الميلاد على أرض بيت المقدس، واستولوا عليها ونصبوا هيرودس ملكا عليها، والذي قام باسترضاء اليهود وأعاد تجديد الهيكل على نسق هيكل سليمان بعد أن أصابه الهرم بين عامي 20 و18 قبل الميلاد. وظل المعبد على هذه الحال من التجديد حتى جاء زمان نبي الله زكريا وابنه يحيى، وكذلك عيسى بن مريم ابن خالة يحيى عليهم جميعا الصلوات والتسليم. المرحلة السابعة، التدمير الثاني للهيكل. طيطس 70 للميلاد. بعد أن تمادى اليهود بفسادهم وقتلهم أنبياءهم كزكريا عليه السلام الذي نشروه بالمنشار، ويحيى عليه السلام الذي قطعوا رأسه وقدموه لراقصة لتشرب بجمجمته الخمر، ومحاولة قتلهم وصلبهم لعيسى الذي نجاه الله منهم ورفعه إليه من بين أيديهم، بعد ذلك سلط الله عليهم أحد ملوك الرومان وهو الإمبراطور طيطس، فأقدم عام 70 للميلاد على حرق المدينة المقدسة ودمر المسجد الأقصى ولم يبق فيه حجرا على حجره. وهذا ما حذر منه عيسى عليه السلام بني إسرائيل إذا استمروا في إفسادهم، وبذلك يكون قد تحقق التدمير الثاني للهيكل وهو المسجد الأقصى عند المسلمين، إذ كانت المرة الأولى على يد بختنصر. وبعد أن دمر طيطس المسجد الأقصى عام 70 للميلاد، جاء أدريانوس سنة 135 فأزال معالم المدينة المقدسة وأزاح حطام الهيكل وحرث الأرض وتبرها تتبيرا، ليقيم بعد ذلك على أنقاضها معبدا وثنيا أسماه جوبيتر على اسم كبير الآلهة عند الرومان الوثنيين. وفي عهد قسطنطين الإمبراطور الذي أدخل عقيدة التثليث في النصرانية تم تدمير جوبيتر، ولم يبن مكانه أي معبد، وإنما كانت آثار لأبنية قديمة في عهده. الموسوعة اليهودية تدعي أن حائط البراق هو جزء من جدار جبل الهيكل الذي ظل معطلا منذ تدميره الثاني في العام 70 للميلاد، وأنه أضحى من أكثر الأماكن قدسية في العادات والشعائر اليهودية. وتعترف الموسوعة اليهودية أن جميع بقايا المعبد قد محيت تماما عبر الزمن، فيما لم تكن واضحة بالنسبة لليهود جهة العبادة. واستنادا إلى تفسيرات يهودية مختلفة، يعتبر الجزء المجاور للبوابة الغربية هو الجزء الأكثر قداسة كونه لم يتعرض للهدم كباقي أجزاء الحائط الأخرى. وعموما تقدم الموسوعات التي يضعها اليهود والصهيونيون نصوصا متحيزة تمتلئ بالدعاوى المغرضة والتضليلية دون أي مبالاة بوقائع التاريخ وحقائقه ومعطياته الأثرية. فالموسوعات والقواميس والكتب التي تعنى بالشؤون اليهودية تتفق على أن هيرودس باني المعبد القصر في القدس لم يكن يهوديا، بل هو عربي أدومي، والأدوميون من ألد أعداء اليهود الذين كانوا يكرهون هيرودس الكبير كثيرا، وهو الذي قتل أفراد الأسرة الحشمونية بعد أن اعتبرهم خطرا على ملكه. لقد أراد هيرودس بناء هيكل في القدس ليكسب رضا رعاياه ويدهش العالم الروماني بفخامة بنائه الذي تم في العام 9 واستمر قائما حتى العام 70 للميلاد، حيث دمره الرومان وهو الهيكل الذي زاره السيد المسيح عليه السلام. المرحلة الثامنة،
العهد الإسلامي. بقي الأمر كذلك حتى جاء الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم وزار المسجد الأقصى في حادثة الإسراء والمعراج الذي كان ما زال فيه بقية من أثار قديمة لسور الأقصى وحائط البراق الذي ربط فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدابة، والذي يسميه اليهود اليوم حائط المبكى. حادثة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى كانت في عهد الحاكم الروماني هرقل الذي حكم الأرض المقدسة من سنة 610 إلى سنة 641 للميلاد. طبعا يعني بالداخل نشاهد الصخرة المشرفة التي هي قمة جبل بيت المقدس. فهذه الصخرة يعني حجبت عنا لمدة 10 سنوات، والحمد لله عادت لتتألق ببهائها وتذكرنا بمعجزة الإسراء والمعراج، وتذكرنا بأنها كانت قبلة المسلمين الأولى. ونود أن نذكر بأن هذه الصخرة لا هي بمعلقة ولا هي طارت في السماء، وأن كل ما قيل عنها هو من قبيل يعني الأقاويل التي لم تصح في التراث والدين الإسلامي، وإنما هي صخرة ثابتة جزء من الجبل الذي هو جبل بيت المقدس. وبعد ذلك تنتقل سدانة المسجد الأقصى وحيازة الأرض المقدسة فلسطين إلى أمة الإسلام وارثة الرسالات والمقدسات في خلافة عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عهد عمر بن الخطاب في رجب من السنة 16 للهجرة في شهر الإسراء والمعراج حرر المسجد الأقصى الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب، ودخل القدس عابرا طريق الجبل المكبر الذي سمي بهذا الاسم بعد أن كبر فوقه عمر بن الخطاب ومعه جموع المسلمين الفاتحين بعد أن أشرفوا على المدينة المقدسة. وواصل عمر سيره حتى تسلم مفاتيح بيت المقدس لينتهي عهد النصارى هناك ويتسلمه المسلمون، ثم تستمر يد العمران فيه على عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوليد من بعده حتى صار على شكله الذي نرى اليوم. الآن نأخذ طريقنا إلى المغارة في عمق الصخرة المشرفة حيث بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم معراجه إلى السماء. وابن عباس رضي الله عنه يقول إن الصخرة صخرة بيت المقدس من صخور الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صليت حين أسري بي عن يمين الصخرة. ومن هنا يسن أن يصلي المرء عن يمين الصخرة حتى لا تكون عن يساره مثل الحجر الأسود في الكعبة المشرفة. هنا كما نرى اتجاه القبلة إلى مكة، وهذه المغارة أو هذا العمق في داخل الصخرة المشرفة نفسها. معظم الصخرة غير محمول على شيء، في الوسط هذه الفتحة متجهة مباشرة إلى أعلى، ثم حينما بني المسجد غطتها القبة. يستحب لمن ينزل إلى هذا المكان أن ينزل بأدب وخشوع ويصلي ويدعو بدعاء سليمان عليه السلام الذي دعا به لما فرغ من بناء وقرب القربان: اللهم من أتاه من ذي ذنب فاغفر ذنبه، أو ذي ضر فاكشف ضره،
ثم يدعو بعد ذلك بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة لنفسه ولأهله ولمن يحب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب رحمتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمين. إن السبب في بناء مسجد الصخرة على عهد عبد الملك بن مروان أنه أراد أن يستميل الناس إلى زيارة المكان ويصرفهم بعض الشيء عن الحج لئلا يميلوا مع منافسه ابن الزبير، فأقام لهم هذا المسجد بعد أن استشار عماله في الأمصار وجمع الصناع والمهرة لهذا العمل وأرصد لعمارته أموالا كثيرة بلغت خراج مصر لسبع سنوات. ثم سقطت القدس في يد الصليبيين بقيادة الصليبي ريمنوند نهار يوم الجمعة 23 من شعبان سنة 412 للهجرة في عهد الفاطميين أثناء حكم المستعلي بالله الفاطمي، وأمعن الصليبيون في المسلمين القتل والتشريد في ذلك اليوم المشؤوم، حتى قيل إن أرجل الخيول غاصت بدماء المسلمين حتى الركب. ولقد ظل الصليبيون يعيثون في الأرض المقدسة فسادا وظلما مدة طويلة، وأثناء ذلك استمرت محاولات المسلمين لتحرير المسجد الأقصى في زمن عماد الدين زنكي ثم نور الدين محمود زنكي الذي أعد خطة المواجهة الحقيقية، وهي توحيد قوى الشام ومصر واستنفار المتطوعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي. إلا أن المنية عجلته رحمه الله، فأكمل درب التحرير الملك الناصر صلاح الدين يوسف الأيوبي الذي توجه نهار الأحد 15 من رجب إلى بيت المقدس وحاصرها، ثم استسلم الصليبيون وسلموه إياها يوم الجمعة 27 من رجب سنة 583 للهجرة. فتوافق هذا الفتح الجديد مع يوم الإسراء والمعراج.